FM. الكلمة ليك. كلمات مع سفيان بن فرحات. الذي ترجوه من دنياك لولا الكلمات وتكلم وتألم ولتمت في الكلمات. بوليتيك بعد 13 إجا 14 معناها حل الصلاة تلقى خيط. البارح عيد المرأة لافيت لافام، واليوم عند ياسر الناس المرأة اونفا لوي فيغ سا فيت على امتداد 364 يوم في العام في انتظار العام الجاي. الاحتفالية في الحقيقة رمزية أما زادة دورية، وإلى ندراك قداش من ضمائر مضروبة معناها دي موفيز كونسيونس تلقى في الرمزية متنفس لعبابثها المدفونة. احتفالات في السرايا وفي القصر ومراسم وأوسمة ونشانات حاجة باهية في مجمولها، أما ما يلزمش الشجرة تحجب الغابة. والغابة اليوم مرة واسمها المرأة العاملة وبالأحرى المرأة الريفية. قالت وزيرة المرأة البارح اللي على 500 ألف عاملة ريفية ما ثم كان 1700 امرأة يتمتعوا بالتغطية الاجتماعية، ولليوم رغم اللي نساء يمثلوا تقريبا ثلث الطبقة العاملة التونسية ما ثم حتى امرأة في المكتب التنفيذي نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل، رغم اللي 60% من الطلبة في الجامعات التونسية بنات ومقتدرات. وذكرت المسألة بحكاية عسكر الزواوة اللي ديما مقدمين في الحرب ومؤخرين في الراتب، فبحيث كلمة بوليتيك تتوزن في غالب الأحيان على وزن التنفيق ولا بوليتيك. وتخطيت سنين عثرتها الكلمات، كلمات حيوان أنت لا تبقاه لولا الكلمات، ويموت هنا بلا ذكرى وتبقى الكلمات. كلمات مع سفيان بن فرحات. كابافان الكلمة ليك.